كذلك رجل آخر أخص بالتحذير منه اسمه منصور كيالي، ده خطير جدا برضه، بأصل الإلحاد وينكر الغيبيات وينكر المسلمات وأصول الدين بمسمى الدين وبمسمى مفكر إسلامي. مقطع رقم 6. عذاب القبر لم أنكره، القرآن أنكره، ما أنا. إذا الله يستغرب من طلب الكفار وقالوا ربنا عجل لنا قطنا قبل يوم الحساب، أفبعذابنا يستعجلون؟ بيقول إنه عذاب القبر أنا ما أنكرت، ما أنكرت القرآن أنكره، أنكر عذاب القبر، وده من صميم الإيمان، تؤمن به إنه في عذاب ونعيم في القبر. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا عائشة إن عذاب القبر حق. وقال الله تعالى عن آل فرعون: النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة القيامة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. ربنا ذكر لآل فرعون عذابين في دارين من الدور، والدور ثلاثة أصلاً: دار الدنيا ودار البرزخ ودار الآخرة. البرزخ بين الدنيا وبين الآخرة، وهي تابعة في أحكام للآخرة. طيب، ربنا في الآية دي ذكر عذاب في دارين اثنين، لأن الدنيا فرعون وآله ماتوا، طلعوا من الدنيا، الدار الأولى طلعوا منها. قال عندهم عذاب في دار: النار يعرضون عليها غدوا وعشيا. الآن يعرضون الآن. وذكر عذاب لهم ثاني في الدار الثالثة الأخيرة: ويوم تقوم الساعة، يوم القيامة بعدين أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. عذاب القيامة ده عرفناه، والدنيا الدار الأولى مرقوا منا، والقيامة لسه ما جات. النار يعرضون عليها غدوا وعشية، دي وين؟ نسألهم وين كانت؟ وين؟ ما الدور ثلاثة في الكتاب والسنة وعند العقلاء. أها، الله قال النار يعرضون عليها غدوا وعشية، ثم قال الله تعالى: الناس اللي بيقولوا أنا ما بصدق السنة، بصدق القرآن بس. أنت لا بصدق السنة ولا القرآن. ليه؟ لأن القرآن قال صدقوا السنة. قال تعالى في القرآن: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. قال تعالى: من يطع الرسول فقد أطاع الله ومن تولى فما أرسلناك عليهم حفيظا. قال تعالى: أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأطيعوا الرسول. طيب، الرسول قال في عذاب قبر، اللي بيكذب كلام الرسول صلى الله عليه وسلم كذب القرآن لما قال فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. طيب، لكن ده قصدهم يا جماعة التشكيك في ثوابت وأصول وأساس الإيمان وأساس الدين.